نروح لاخبارنا. هنبتدي بكره اليد بعد ساعه من الان ان شاء الله. هتبتدي بطوله السوبر بالنسبه للنادي الاهلي لكره اليد، السوبر المصري. الاهلي هيلاعب سبورتنج في تمام الساعه 9 على مجمع دكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر، اولى مباريات السوبر. امبارح كانت اول مباريات، كان الزمالك بيلعب سبورتنج وانتهت المباراه 37-36 بفوز نادي الزمالك. النهارده بنلعب سبورتنج، كل التوفيق طبعا لفريقنا. غدا هنلاعب نادي الزمالك على كاس البطوله ان شاء الله، هيبقى ايضا في تمام الساعه 9. مين بيدرب سبورتنج؟ الكابتن الكبير كابتن مروان رجب، احد ابناء نادي سبورتنج ومدرب منتخب مصر السابق. نادي سبورتنج نادي محترم جدا جدا، والمباراه لن تكون سهله. يمكن امبارح نادي الزمالك استطاع انه يفوز وكان الحليف حظه، بعض قرارات الحكام طبعا يعني كانت طبعا يعني بشكل او باخر كانت يعني بترجح يعني كفه النادي الزمالك في الفوز امبارح على سبورتنج. ولكن يعني النهارده مباراه سبورتنج مع النادي الاهلي لن تكون يعني سهله. طيب خليني اتكلم عن الاستعدادات. النادي الاهلي السنه دي استعد بشكل جيد، اول مره النادي الاهلي يستعد في كره اليد بهذا الشكل. معسكر في اسبانيا لعبنا مباريتين، انتقلنا على البوسنه لعبنا ثلاث مباريات وبطوله وديه، وبعد كده رجعنا على القاهره لعبنا بعض المباريات الوديه مع انديه مصريه. في المجمل الاعداد كان جيد. الجميل زي ما قلت لحضراتكم في الحلقات السابقه ان اللعيبه الدوليين في كره اليد كانوا مع الفريق، يعني ما حصلش اعداد منفرد للعيبه المحليين فقط او اللعيبه الغير دوليين، ولكن الاعداد كان بكامل قوام الفرقه، ودي حاجه ما حصلتش ايضا السنوات اللي فاتت. هتقول لي يا كابتن طب ما علينا وعلى الجميع، نعم صح، ولكن احنا عندنا ست لاعبين بشكل اساسي بيشاركوا مع المنتخب وعدد كبير جدا، وده يعني يمكن عدد مش قليل. فتخيل انت عندك الفرقه 18 19 لعيب، سته او ثلث الفرقه بيشارك مع المنتخب، فكنا محتاجين هارموني، خاصه ان احنا اكتر فرقه محتاجه ده، لان فرقتنا فرقه صغيره في السن ومحتاجين مباريات اكتر واعداد اكتر مع بعض عشان يبقى في هارموني بدايه الموسم. فيمكن احنا اكتر نادي، اكتر حتى من نادي الزمالك، محتاجين ان احنا نستعد للبطولات او نستعد في بدايه الموسم كفريق كامل. يمكن نادي الزمالك مش هيعاني او ما عندوش الحته دي لان لعيبته اغلبها كبار في السن فلعبوا مع بعض كتير وحفظوا بعض، ولكن احنا لعبتنا كلها لعيبه صغيره. مباراه كمان ساعه، كل التوفيق، ويبقى الستارتنج بتاعنا جيد ان شاء الله. مهم جدا الاداء النهارده، مهم جدا المكسب ان شاء الله، يبقى المكسب حليفنا بشكل كبير. وعايز برضه اقول لحضراتكم حاجه، احنا كنا المفروض يعني نذيع مباراه كره اليد، ولكن الاتحاد طبعا زي ما حضراتكم عارفين رافض ان المباراه تتذاع بشكل او باخر، يعني يمكن في اتفاقات وحقوق بث وبتاع، الموضوع ده بيتحل دلوقتي. ولكن احنا كقناه الاهلي كنا عايزين نذيع الحقيقه المباريات وكنا جاهزين، ولكن لازم نوضح للساده المشاهدين ليه كنا هنذيع امبارح ونذيع النهارده وما حصلش، لان الاتحاد حتى المباراه مذاعه على صفحه الاتحاد مش مذاعه على قناه اي قناه اخرى، ولكن مذاعه بس على صفحه الاتحاد بس على اليوتيوب، مش مذاعه في اي مكان تاني. فده اكبر دليل ان احنا يعني قناه الاهلي كانت عايزه تكون موجوده مع فرقتها، ولكن يعني دي قرارات الاتحاد وما باليد حيله.